بالجاوس إليمينيشن ميثود. أوكي، نشان في المحاضرات الماضية إحنا أخذنا طريقة الجاوس إليمينيشن ميثود وحليناها بتو فورمات أو طبقناها بتو فورمات. أول فورم اللي هو إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو الإكويشن فورمات، والفورمات الثاني اللي هو بالماتريكس فورمات. بالتالي أخذنا إكزامبل على الإكويشن فورمات، واخذنا اكزامبل بعديه على الماتريكس فورمات. اوكي، و طبقناه بالتفصيل يا نشامة. اوكي، وهسه بدنا نكمل نشوف شو في عندي بعض الملاحظات في بعض الاكزامبلز. اوكي، بالتالي عندي هون سيستم اوف 3 ايكويشنز بدنا نحله باستخدام الماتريكس فورمات الجاوس اليمينيشن. بالتالي أول خطوة زي ما قلنا بنسوي الـ Augmented Matrix ونبلش بالـ Elimination Phase. الـ 2 هذا والـ 1 هذا والـ 1 هذا لازم يصير ايش؟ Zeros، اللي هي الـ Below Diagonal للـ A Matrix. وين الـ Below Diagonal للـ A Matrix؟ هذا الـ Element وهذا الـ Element وهذا الـ Element. أوكي، فبالتالي بيطلع عندي 3 elements اللي بدي اصفرهم. بالتالي يوم اصفر الاليمنت هذا والاليمنت هذا باستخدام التو ايكويشنز هذول بحصل على السيستم اللي هو بين ايدينا هون. بالتالي ركزوا معي، احنا قلنا في المحاضرات الماضيه انه الشرط حتى اكمل الجاوس اليمينيشن او السبستيوشن فيز انه ما يكون في عندي اي من الدياجونال ايلمنتس. شو الدياجونال ايلمنتس؟ مثلا A11 A22 A33 ولا واحد منهم مسموح انه يكون ايش؟ زيرو. شنو وجوده زيرو؟ يا اما بعمل لي مشكله بالاليمينيشن فيز يا اما بالسبستيوشن فيز. وبالتالي انا هون يا نشامه خلصت الفورورد اليمينيشن فيز اللي هي هذا حولته زيرو وهذا حولته زيرو وهذا حولته زيرو، بس يوم اروح للسبستيوشن فيز هذا زيرو. بالتالي الزيرو هذا بصير ديفيجن باي زيرو زي ما حكينا في المحاضره الماضيه، وبالتالي ما بقدر اكمل ايش يا نشامه؟ الباكورد سبستيوشن فيز. بالتالي زي ما مكتوب عندي انه هون يا نشامه A22 زيرو، وبناء عليه انا هون انهيت الاليمينيشن فيز وحصلت على الابر تريانجولار ماتريكس. بس شو مشكله؟ راح اواجه مشاكل وين؟ بالباكورد سبستيوشن فيز، انه الـ A22 اللي هي هذا الاليمنت شو ماله؟ صفر. بالتالي هون يا نشامه يوم اجي ابلش بالباكورد سبستيوشن وبدي احسب، لاحظ الايكويشن هاي الاخيره بطلع منها ايش؟ بطلع منها X3 لو بدي امشي فيها، لو فرضا بدي انا امشي. الايكويشن الاخيره بطلع منها X3، واللي قبل الاخيره الثانيه برضه بطلع منها X3، الاصل اطلع من الاخيره X3 ومن اللي قبليها اطلع مين؟ X2، بس هون عشان صفر مش راح اقدر اتمكن اطلع من هون X2، وبالتالي عشان هيك بيطلع عندي مشاكل في الباكورد سبستيوشن. طيب لو جيت حسبت قيمة X3 من الايكويشن الاخيرة اللي هي هاي مع هاي، اوكي X3 بالتالي ممكن اوجدها بتو ويز، يا اما من الرو الاخير او الرو قبل الاخير. خلينا نلحق العيار ونمشي نلحقه لباب الدار ونشوف. بالتالي من الايكويشن الثالثة بيطلع معي X3 is equal to 2. اوكي، ومن الايكويشن اللي قبل الاخيرة الثانية برضه بيطلع معي minus X3 is equal to minus 2، بالتالي نفس الفاليو بيطلع معي برضه X3 is equal to 2. بالتالي هون صار في زيادة، يعني قاعد بأكد لي عليها. بس هون يا نشامة شو المشكلة؟ المشكلة يا نشامة انه X2 ما في عنها معلومات، وهاي الايكويشن اوكي يا نشامه الاصل اللي كان عندي احسب X3 من E3 واحسب X2 من E2،
بس بالحالتين الايكويشن الثانية والثالثة أعطني values تبعات مين؟ x3 وx3 وx2 ما قدرنا نحصلها من الايكويشن الثانية. طيب لو رجعنا للفيرست رو هذا، هذا شو يعني؟ x1 plus x2 plus x3 is equal to 4. هاي الايكويشن الاولانيه. طيب انا عندي هاي ايكويشن، شو النونز اللي فيها وشو الانونز؟ اللي معروف عندي بس x3، واللي هو سواء من الرو الاخير او قبل الاخير كانت قيمته قديش؟ 2. هذا x3 is equal to 2، بينما x1 وx2 they are unknowns، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ x3 معروفة 2 وتكررت هاي من السكند رو من الثيرد رو، بينما هون الوضع الطبيعي يا شباب لو كان السيستم طبيعي انه برضه x2 تكون معروفة من السكند رو واطلع من هذا اول رو x1، بس هنا انا عندي مشكلة وبالتالي صفى عندي x1 و x2 unknowns، بالتالي هاي single equation، هاي how many equations 1 وهاو ماني unknowns فيها 2، اتس سنجل ايكويشن وذ 2 unknowns، وبالتالي هاي يوم يكون عندي سنجل ايكويشن وذ 2 unknowns هل هو ديتيرمند سيستم ولا اوفر ديتيرمند ولا اندر ديتيرمند؟ هذا ناقشناه بشابتر 1. اذا كان عندي سنجل ايكويشن with two unknowns هل هي over determined ولا determined ولا under determined؟ اكيد ناسين، بيكون under determined يعني السيستم مبحبح، يعني في عندي فريده. وبالتالي شو الحل؟ الحل يا شباب انه بنقدر نيجي نمسك واحد من الاثنين من التو variables او التو unknowns، مين هن؟ x2 و x1، اي واحد منهن انت حر، الله يحييك، تيجي بتمسك اي واحد منهن وبتفترضه random أو arbitrary value، وبعد ما تفترض x2 or x1 one of them بنوجد مين؟ بنوجد الثالث اللي بكون unknown. بالتالي أول حالة سيناريو الأول بنيجي شو نساوي؟ بنيجي بنفترض x1 هو arbitrary value أو random value، هذا x1 بنحطه any value. طب مجرد ما قلنا any value معناته any real value من minus infinity ل infinity، معناته أنا عندي infinite number of choices، صح؟ يوم أقول هون x1 arbitrary value يعني عندي كل الريال numbers من minus infinity ل infinity، بدك تأخذه برضو integer number، الله يحييك، خذ الانتجر numbers من minus infinity ل infinity، بس هون الأمور مفتوحة على مصراعيها، وبالتالي بتقدر تاخذ ريال نمبر مش انتجر نمبر. بالتالي احنا جينا باول سيناريو افترضنا x1، ومن بعد ما افترضنا x1 اوجدنا x2 من الايكويشن هاي، شو x2 بيطلع؟ هاي، وبناء عليه انت افترضت x1 بناء على الاربيتري فاليو x1 توجد مين؟ توجد x2. طيب السكند سيناريو تقلب الامور، تفترض مين؟ x2 arbitrary value، والarbitrary زي ما حكيت قبل شوي ممكن تكون real بالmost general، ممكن تحدد حالك بالانتجر، بس still it has infinite number of choices، ومنها بعد ما تحط x2 arbitrary value بتوجد x1 من الايكويشن هاي، بالتالي بيطلع معنا x1 اللي هو هاي، وبالنهاية بنحصل على هاي. وبالتالي بالتو سيناريوز هذول هل راح يطلع عندي infinite solutions يا نشامة ولا لا؟ كست راح يطلع عندي الحل كست كمجموعة، even though لا تنسى انه هون x3 ثابت اثنين، بس x1 و x2 they have infinite number of choices، وبالتالي راح يطلع عندي كمجموعة اللي هي كست كمجموعة حل راح يطلع معي infinite number of solutions. ليش؟ عشان اللي بفترضها الarbitrary value ممكن تكون بالmost general case هي عبارة عن real number within the range من minus infinity إلى infinity. طيب واضح لحد هون؟ واضح هنا شامل لحد هون؟ واضح النقطة هاي؟ أي سؤال لغاية الآن؟
أي سؤال لغاية الآن ينشام العرض. طيب هسه ينشام بنرجع للأي ماتريكس. الأي ماتريكس وين هي؟ هاي هالأي ماتريكس. إذا جينا أخذناها حسبنا لها الديتيرمينانت، الديتيرمينانت شو بيطلع يا نشامة؟ بيطلع زيرو، وبالتالي الماتريكس هاي شو قلنا؟ سينجولار سيستم. وإذا بنرجع للي ناقشناه في قبل محاضرتين قلنا لك يوم يكون الديتيرمينانت الزيرو في عندك حالتين، يا إما no solution exists أو infinite number of solutions. صح؟ متذكرين الحكي هذا ولا صار حول رب رأيها؟ متذكرين الحكي هذا؟ ناقشناه في بداية الشابتر، قلنا لك عندنا يا إما singular system يا إما ال conditioned يا إما will، وناقشنا بالتفصيل. والسنجولر بيحتوي حالتين، السنجولر يعني non unique solution، يا إما no solution يا إما infinite number of solutions. بالتالي الحالة هاي بين يدينا عبارة عن حالة إيش؟ حالة singular matrix ولكن infinite number of solutions، اللي هي في حالة الـ two dimensional case بيكون الـ two lines اللي عندي they are coincident، they are coincident يعني جايات وين؟ فوق بعض ما يعادلها. طيب خلينا ناخذ مثال بعديها، هي عندي system of three equations وبدنا نحله برضه بالماتريكس فورمات، وجينا سوينا الاوجمانتد ماتريكس طلعت هاي، وبلشنا بالفورورد اليمينيشن. يوم جينا بلشنا بالفورورد اليمينيشن وسوينا الاوبريشنز هاي طلع معاي نفس الموال، هذا زيرو، طلع معاي الدياجونال زيرو. بالتالي زي ما حكينا قبل شوي انا الفورورد ما عندي فيها مشكله عشان هيو زيرو بزيرو بزيرو، بالفورورد ما عندي مشكله. الاي 22 يوم تكون صفر اوكي، هاي اجت بالفورورد ما بتاثر علي عشان الحل اكتمل. بينما وين المشاكل بواجهها؟ بواجهها بالباكورد. تعالوا معاي وين بواجه المشاكل بالباكورد نتيجة وجود الـ A2 0. تعال معاي من آخر equation شو بطلع قيمة X3 من آخر equation يوم أبلش بالباكورد substitution. X3 شو بتعطيني من أول، من هاي أول آخر واحدة اللي هي E3 تعطيني X3 is equal to what؟ 2. من اخر ايكويشن تعطيني x3 is equal to 2. طب من قبل الاخيره هاي، من هاي النشامه شو بتعطيني؟ تعطيني ايش؟ تعطيني x3 is equal to ايش؟ to 4. معناته هون صار فينا المثل اللي دائما بحكي لكم اياه، هاي x3 اخر equation بتقول لك x3 2 والequation الثانيه بتقول لك x3 4. عمين لازم نرد؟ ولا واحده. هذا صار فينا عو ومو. شفتوا العو والمو بعينه يا نشامه؟ هاي العو والمو. بالتالي equation الاخيره طلعنا منها x3 ب2 والequation الثانيه طلعنا منها x3 ب2، هل هن نفس الفاليو؟ لا. معناته ما بقدر اعتمد لا على هاي ولا على القبليها. ليش؟ شنو اذا اخذته من السكند ايكويشن الثيرد ايكويشن بتكون فيوليتد، واذا اخذته من الثيرد ايكويشن بصير السكند ايكويشن غير منطبق عليها الحل. وبالتالي هون التو فاليوز هذول للاكس 3 معناته ايش؟ اي واحد بترضي بتتبعه بتخالف الثاني. وبالتالي نشامة في عندي هون نتيجة الحكي هذا contradicting value يعني قيم متناقضة لمين؟ لـ x3. وبالتالي هذا الحكي بينطبق عليه انه ايش؟ الحالة الثانية تبعت السنجولار سيستم انه no solution exists. شو قلنا قبل شوية؟ السنجولار سيستم عنده حالتين، يا اما infinite number solutions او no solution. الـ infinite number بالـ 2D case يوم يكون الـ 2 lines فوق بعض، والنو سوليوشن يوم يكون التو لاينز they have the same slope but different y intersection. كله دفناه، ارجع للمحاضرات الماضيه. وبالتالي بالحاله هاي نو سوليوشن اكزيست.
واذا رجعنا للاي ماتريكس هيها اوكي نشامه هاي الاي ماتريكس اذا رجعنا وحسبنا لها الديتيرمينانت بيطلع ديتيرمينانت اجين زيرو ديتيرمينانت وبالتالي الماتريكس شو مالها سينجولر ماتريكس واضح يا نشامه واضح يا شباب اي سؤال لغايه الان بالتالي الوضع الطبيعي يا نشامه انه نمشي بالحل الطبيعي بكون عندي يونيك سوليوشن اوكي يا نشامه اللي هي حاله هاي حاله النون سينجولر سيستم اللي هو الديتيرمينانت از نوت ايكوال تو زيرو بس اذا كان الديتيرمينانت از ايكوال تو زيرو بيطلع معاي حالتين يا اما نو سوليوشن زي هذا الاكزامبل او زي الاكزامبل اللي قبلي انفينيت نمبر اوف سوليوشنز بالحالتين بناء على الماتريسيز يا نشامه اوكي اذا ما بدك تحلها بالايكويشن فورمات اوكي نشامه على الماتريكس فورمات يوم تيجي تحسب الديتيرمينانت بيطلع زيرو وبالتالي باستخدام الماتريكس انفيرس ميثود مش راح يمشي معك عشان الديتيرمينانت صفر راح يعطينك دايفيرجنت سوليوشن عشان الاي انفيرس راح يطلع عندك داز نوت اكزيست ليش؟ عشان ايش؟ هون يا نشامه داز نوت اكزيست معناته ايش؟ معناته الديتيرمينانت بصفر ولا تنسى انه الماتريكس انفيرس بينقسم على الديتيرمينانت عشان هيك بصير ديفيجن باي زيرو والوضع معك بيطلع خارج التغطيه اي سؤال؟ اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا نشامه؟ طيب بنيجي لمجموعه من النوتس هسه يا نشامه بالجاوس اليمينيشن قديش تقريبا النمبر اوف ماثيماتيكال اوبريشنز او اريثماتيك اوبريشنز اللي بنطبقهم في حاله انه كان عندي سيستم سايز لارج شو ان السيستم سايز بالتالي يكون في عندي ديفيجنز وملتيبليكيشنز تقريبا ان كيوبد اوفر 3 يكون في عندي اديشنز وسبتراكشنز برضه ان كيوبد اوفر 3 بالتالي لو افترضنا سيستم في سيستم سايز 100 يعني عندي 100 ايكويشن قديش النمبر اوف اوبريشنز اللي ملتيبليكيشن وديفيجن اور اديشن اند سبتراكشن بيطلع تقريبا قديش 330000 اوكي يا نشامه طيب هسه يا نشامه اذا بنرجع للتشابتر الاول الشابتر الاول الراوند اوف ايرورز هل الراوند اوف ايرورز كان تعتمد على تو فاكتورز يس شو هن التو فاكتورز النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز صح والفاكتور الثاني النمبر اوف ماثيماتيكال اوبريشنز شو العلاقه قلنا لك كل ما قل النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز شو بصير بالراوند اوف ايرورز كل ما قل النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز شو بصير بالراوند اوف ايرورز يا نشامه بيزيد دكتور بيزيد وكل ما زاد النمبر اوف ماثيماتيكال اوبريشنز شو بصير بالراوند اوف ايرورز بيزيد برضه بيزيد وبالتالي يا نشامة هذا من حيث الراوند اوف ايرورز طيب هل نفس الاشي هون التايم برضه هل يا نشامة بيعتمد برضه لوقت الحل بيعتمد على النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز وبيعتمد على النمبر اوف اوبريشنز يس اوكي يا نشامة بالتالي على سبيل المثال شو علاقة التايم مع النمبر اوف ريكويرد اوبريشنز كل ما زاد الاوبريشنز كل ما زاد التايم تبعنا صح واضح يا نشامه بالتالي انا هون التايم ما بهمنيش كثير احنا مركزين يا نشامه ضمن وضعنا بالماده على مين على مفهوم الايرورز وهون بنحكي عن الراوند اوف ايرورز واضح يا نشامه اي سؤال لغايه الان اي سؤال طيب هسه يا نشامه
احنا اللي اخذناه واللي غطيناه لغايه الان اللي هي اسمها الكومون جاوس اليمينيشن ميثود، اسمها الكومون جاوس اليمينيشن ميثود. في عندنا طريقه ثانيه اسمها ينشام ايش؟ الطريقة الثانية اسمها الرير جاوس إليمينيشن ميثود. الطريقة الثانية اسمها الرير جاوس إليمينيشن ميثود. هسا شو الرير جاوس إليمينيشن ميثود؟ الرير جاوس إليمينيشن ميثود يا نشامة هي عبارة عن طريقة بتقلب طاقية الرأس. احنا في الجاوس اليمينيشن ميثود الكومون جاوس اليمينيشن ميثود الكومون جاوس اليمينيشن ميثود اللي هي هاي المشهوره، شو كنا نساوي؟ كنا الماتريكس A نحولها ل upper triangular matrix عن طريق مين؟ عن طريق ال forward elimination، صح؟ يعني بمعنى آخر لو كان عندي هون هذول ال diagonal elements كل ال below diagonal كنا نحولهن لزيرو، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ كل البلو دياجونالز مثلا كنا نحولها الى زيروز عن طريق حركه الفورورد اليمينيشن. وبعد ما نحصل على الماتريكس هاي نبلش بمين؟ بالباكورد سبستيوشن، صح؟ الفورورد اليمينيشن كنا نمشي فيها ايش؟ بهذا الاتجاه، باتجاه زياده مين؟ زياده الاندكس تبع الكول. والباكورد سبستيوشن كنا نمشي فيها بهذا الاتجاه، باتجاه تنقيص مين؟ الرو نمبر. وضحت يا نشامة؟ بالتالي عشان هيك سميناها شيء فورورد اليمنيشن وشيء باكورد سبستيوشن، وهذا ناقشناه. هاي الكومن. طيب في الرير جاوس اليمنيشن ميثود شو اللي بصير عندي؟ الرير جاوس elimination method بصير عندي نشامة خلف اخلاف. شو خلف اخلاف؟ الماتريكس A بحولها ل lower triangular matrix. شو يعني lower triangular؟ يعني عندي هاي الدياجونال اللي تحت الدياجونال ما ببلش فيه، ببلش وين؟ بالأبوف الدياجونال، هن اللي بحولهن لاصفار. اوكي نشامة، بحولهن لاصفار. وبالتالي هل هاي الماتريكس هاي عكس الماتريكس هاي ولا لا يا نشامة؟ عكسها. هون عندي بنسمي الماتريكس هاي upper triangular، هون بسميها هاي lower triangular matrix، وهاي upper triangular matrix. بالتالي هون عكست الوضع، معناته يوم بدي ابلش بالاليمينيشن فيز، الاليمينيشن راح يبلش من وين؟ من اخر كولوم ويرجع رجوع. عشان هيك راح نسميه اليمينيشن، بس شو اسمه؟ باكورد اليمينيشن، يعني بالشقلوب من الاخير وبترجع. طيب بعد ما نكمل الباكورد اليمينيشن شو بنسوي؟ بنبلش بالسبستيوشن، بس يوم نبلش بالسبستيوشن بنبلش من اول رو وبننزل للاخير. كونه قاعدين بنزيد معناته السبستيوشن اللي عندنا شو راح يطلع؟ راح يطلع فورورد سبستيوشن. بالتالي هي عباره عن طريقه بتقلب سحنه الراس، بتأدي نفس الهدف ولكن فيها مجال للخربطه. الطريقه الاولى يا نشامه
الطريقة الأولى اللي هي هاي اللي احنا متعودين عليها، عشان هيك سميناها common gauss elimination method. والطريقة اللي بتقلب سحنة الرأس واللي بتخربطه عبارة عن هاي اللي rarely used، اللي بنسميها rarely used gauss elimination method، اللي هاي تشتغل خلف خلاف، بس الثنتين بيؤدن بالنهاية لنفس الهدف، انه نحل system of linear equations. بالتالي الطريقة المستخدمة هاي، وهي عادة rarely used يعني ما بنستخدمها. يعني على سبيل المثال أقرب مثل واقعي هنا شامع الحكي هذا، يوم أجي بدنا إيش؟ يوم أجي أنا بدي أقول هاي إذني، هاي إذني، ممكن أجي أقول هاي إذني صح، هاي الكومة سهل ومرتبة. بس واحد بدي يتفلسف وبدي يمسك إذنه، يمكن يلف ويقول هاي إذني. الثنتين بيأدن لنفس الهدف ولا لا؟ بيأدن لنفس الهدف، لنفس الهدف، بس مين المنطقية والسهلة واللي ما بتخربط؟ هاي. بس هاي يا نشامة فيها غلبة ووجع راس وبتقلب طاقية راسك، يعني وبدك تطبقها على أرض الواقع بتصير فيك عومة وبتخربطك. أوكي، شنو احنا متعودين على اللي هي الطريقة الأولى، بس كلاهما يا نشامة شو ماله؟ كلاهما بوصلنا لنفس الهدف، واضح يا نشامة؟ طيب، بقول لك الرير جاوس إليمينيشن ميثود هاي بتتألف من مين؟ من باكورد إليمينيشن ومن فورورد سبستيوشن. طيب كيف هي؟ هاي بقول لك هاي سيستم 3x3، وحل لي اياها باستخدام مين؟ الماتريكس فورمات، وباستخدام مين؟ هاي الطريقة اللي هي ايش؟ الباكورد إليمينيشن والفورورد سبستيوشن، اللي هي الرير ميثود. الرير يعني معنى آخر، هو بقول لك باستخدام الرير جاوس إليمينيشن ميثود، وهون بقول لك اوكي حل السيستم باستخدام الرير جاوس إليمينيشن. بالتالي ركز معي يا نشامة، هنا هون ليش قلت لك بتخربطك؟ اول ما نصفر بنصفر هذا الاليمنت اللي هو الابف اللاست دياجونال، وبعديه يوم بلشنا باخر كولوم، احنا هون بدنا نبلش باخر كولوم، اول عمليه تصفير بتكون اللي فوق الدياجونال الاخير اللي هو هذا، وبعدين بنصفر هذا. طيب شو ظل علي؟ ظل علي هذا، لازم نصفر هذا، وهيني صفرته هون. طيب خلصت الإليمينيشن، بروح لوين؟ للسبستيوشن. السبستيوشن دائما القاعده تبعت السبستيوشن وين الرول في ماكسيمم نمبر اوف زيروز هو اللي بتبلش فيه. بالتالي هون يا نشامة لازم أبلش من أول رو، بالتالي من أول رو بوجد X1، ومن الرو الثاني بوجد X2، ومن الرو الثالث بوجد X3. أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال؟ وضحت الطريقة هاي نشامة؟ هاي بتخربط طاقية الرأس، يفضل استخدام هذيك إذا ترك لك الخيار، بس إذا أجبرت قلت لك بالامتحان حل لي على الرير، بدك تحلها على الرير وانت زي الطير، مش تقول لي أنا بحلهاش. واضح نشامة؟ وبالتالي الطريقة هذيك هي الأفضل، هاي الطريقة بتخربط وبصير فيك عوم. أي سؤال؟ بس ذكروني يا نشامة هسه التوقيتات المعلنة لرمضان، وين المنسق يا عمر؟ دكتور هل هي توقيتات على اساس انه ما في بريك بين المحاضرة والثانية اي ثينك صح؟ هيك المفروض، يعني كلتش واحد بتقوم من المحاضرة، يعني اذا في محاضرتين ورا بعض معك ما بتطلع من تيم اللي انت خش على تيم ثاني صح؟ 100%. طيب فايل معنا 7 دقائق، خلينا ندردش معكم بمفهوم مهم جدا في الجاوس إليمينيشن ميثود، وفي بعض الميثودز الأخرى اللي هي بنسميها البيفوتينج بروسيس.
هسه هنا شامة في الكومن جاوس إليمينيشن ميثود اللي بتتألف من الفورورد إليمينيشن والباكورد سبستيوشن، في عندنا مشكلتين ممكن نواجهها اللي هي هون نشام المشاكل اللي في الجاوس إليمينيشن ميثود مشابهة إذا بتشوفوا زيرو وكلوز تو زيرو، وين مر معنا هاي المشاكل؟ إيش زيرو وإيش كلوز تو زيرو؟ وين مر معنا هاي المشاكل؟ مر معنا بموقعين في المادة. يوم نقول الفاليو از زيرو والفاليو از كلوز تو زيرو، مر معنا في السابق بمحلين. مين يحكي لي اياهن وبدي نقطه؟ شكلكم الصيام ثقيل عليكم اولا. اللي كان يكربع فنجان قهوه وكاستين نسكافيه على الصبح، هسه شو بده يصحصحوا؟ اوكي نشامه، طيب اقول لكم وين كان يمر معنا في الشابتر الحالي يوم كنا نوصف الديتيرمنت، قلنا لك اذا الديتيرمنت زيرو معناته سنجولر سيستم صح، واذا كلوز تو زيرو شو سميناه؟ اذا كلوز تو زيرو الديتيرمنت كلوز تو زيرو شو سمينا السيستم؟ يا مسرح والرب رعيها، الكونديشن سيستم سميناه الكونديشن سيستم، هاي اول اوكيرنس او اول موقع ناقشنا فيه الزيرو والكلوز تو زيرو. الموقع الثاني في الشابتر الماضي يوم اخذنا نيوتن رافسون، نيوتن رافسون متذكرين انه في عندي بالمقام اوكي نشامه المشتقه في ال 1 دي كيس، في ال 1 دي كيس من نيوتن رافسون في عندي بالمقام اف برايم اوف اكس، إذا كانت المشتقة هاي زيرو اللي هي التانجنت بيكون بارلل للإكس أكسس، معناته السيستم راح يكون ديفيجن باي زيرو أو ذير ويل بي نو انترسكشن بوينت، دفناها. وإذا كلوز تو زيرو ما بكون بارلل 100%، بكون كلوز تو بارلل، وبالتالي أنت شغال بالمنطقة هاي ولا هو زادتك على الزرقاء؟ شغال بمنطقة الجبيهة عند الجامعة الأردنية قاعد بتحفر اوكي، وانه زادتك على الزرقاء ولا على مادبه ولا على اي منطقه ثانيه، هذول هن الحالتين اللي مرن معنا زيرو او كلوز تو زيرو. طيب في حاله انه كان البيفوتنج اليمنت، شو المقصود بالبيفوتنج اليمنت؟ اللي هو الدياجونال اليمنت A11 A22 ان جنرال AII، اذا كان البيفوتنج اليمنت زيرو ما بنقدر نكمل الحل عشان في عندي ديفيجن باي زيرو، وإذا كان البيفوتنج إليمنت كلوز تو زيرو راح نقدر نكمل الحل، بس شو اللي بصير عندي؟ بصير في عندي راوند اوف ايرورز، بصير احتمالية تصير عندي لارج راوند اوف ايرورز، شنو فعليا؟ أنت قاعد بتقسم على فيري سمول نمبر، يوم تقسم على فيري سمول نمبر اتس از اف وي ار ملتيبلاينج باي ا فيري لارج نمبر، از ات رايت؟ هاي واضح اللي حكيته؟ يوم احنا نقسم على فيري سمول نمبر هل هي ايكوفلنت 100% لمالتيبليكيشن باي فيري لارج نمبر ولا لا؟ يس، تقسم على فيري سمول هي نفسها ايكوفلنت، شنو؟ اقلبه الباور تبعته بصير انت قاعد بتضرب بفيري لارج نمبر، وبالتالي بالحاله هاي بدنا نروح للخيار الثالث من الخيارات الاوبريشنز اللي قلنا لك ما بتاثر على الحل، اللي هي ايش؟ الاكسشينج بين تو روز، الرو اللي فيه البيفوتنج اليمنت وواحد من الروز اللي تحتيه، بالتالي في الحاله هاي سواء كان زيرو او كلوز تو زيرو معناته حتى اتجنب انه ما اقدر اكمل الحل اوكي نشامه او اكمل الحل بس يطلع عندي ايش؟ لارج راوند اوف ايرورز، بده يصير في عندي exchange between two rows. exchange between two rows. مين؟ أول واحد الـ pivoting row اللي هي الرو اللي أنا واقف عنده. والثاني واحد من الروز اللي تحتيه مش الفوقي. هاي في الـ common Gauss elimination method. أوكي؟
وبالتالي ببدل التوروز حتى اللي الزيرو الغيه احطه تحت الزيرو يصير تحت الدياجونال، والكلوز تو زيرو انه يقلل لي الراوند اوف ايرورز. طيب ما عاد صفت عندي المشكله شيء، وهون بوقف هنا شامة. المشكله انه انا بدي ابدل بين الرو البيفوتنج رو اللي هو الرو اللي انا واقف عنده، وواحد من الروز اللي تحتيه. طيب في عندي انا لو كان عندي سيستم مثلا 10 باي 10 وانا واقف عند الرو الثاني الاليمنت A220، معناته بدي ابدل من الـ A22 بدي ابدلها مع واحد من الروز اللي تحتيها. How many rows below second row exist for a system of 10 by 10؟ كم الرو بكون موجود عندي؟ انا عندي 10 by 10 وانا واقف بالسكند رو والـ A220، بدي اكمل حلي، معناته لازم اعمل اكسشينج بين السكند رو مع واحد من اللي تحتيه. اذا كان 10 باي 10 هاو ماني روز بلو السكند رو اكزيست؟ شو ماركو يا هشام؟ هلو شباب خارج التغطيه، عمر سامعني؟ سامعك دكتور. والله شكلكم صاحيين مسطلين او ماكلين على السحور شغله ثقيله مسكره، عامله فنجان مخ في الذكاء عن مخكو. انا عندي سيستم 10 باي 10 10 equations وانا واقف بالسكند رو او سكند equation، بالتالي نشامه بدي اغير بين السكند وبين شيء من التحتيه. هاو ماني روز او equations بيلو السكند، قديش بكون عندي؟ بكون عندي 8 دكتور. 8 بكون عندي 8 صح، وبالتالي انا بدي ابدل بين واحد اللي هو السكند مع واحد من 8. طب اي واحد من الثمانية هاي هي المقصودة بمين؟ بعملية البيفوتنج بروسيس. انا بدي ابدل، انا بدي ابدل البيفوتنج اللي هي عملية التبديل، بس بدي ابدل واحد منهم البيفوتنج رو ثابت، بس بقول لك هون one of the rows below one of the rows. مين هذا الون؟ Who's the one؟ هل هو الثيرد؟ هل هو الفورث؟ هل هو الفيفث؟ هل هو الأخير التنث؟ إذا كان عندي السيستم 10 باي 10، بالتالي السلكشن لأفضل رو بلو البيفوتنج رو هي اللي بنسميها مين؟ هي اللي بنسميها بيفوتنج بروسيس. وضحت؟ وهون له ثلاث سيناريوز، وهون بنوقف وبنكمل المحاضرة الجاية. ويعطيكم العافية يا نشامة، خلينا نوقف التسجيل.